الصعود الجبلي شاق ومثير ككل الجزيرة. إنها سوقطرة، إحدى أجمل جزر العالم. هذا المشهد يشرح الصدر حقاً. السياح السلوفاكيون في طريقهم إلى إحدى المغارات. سياح قلة يأتون إلى هنا، ولا عجب، فسوقطرة جزيرة يمنية بعيدة عن البر حيث تستعر الحرب منذ سنوات. هناك رحلات جوية مباشرة من الإمارات العربية المتحدة إلى الجزيرة منذ عام 2021. تستغرق الرحلة ساعتين بالطائرة. تقع سوقطرة قبالة القرن الإفريقي وتبعد من البر اليمني نحو 400 كيلومتر. مرشدنا السياحي بيتر يملك وكالة سفر، ولديه مع زميله مدونة صوتية عن اليمن. عندما أعدا الرحلة قررت أن آتي معهما، فهذه الوجهة نادرة فعلاً، وبسبب الحرب في اليمن تصبح احتمالات زيارة الجزيرة لاحقاً ضئيلة، وإن تحسنت الحال سيرتادها سياح كثر وسوف تتغير بالتأكيد. إذن هذا هو الوقت الصحيح. تبعد سوقطرة عن كل شيء تقريبا، وبينما تدور رحى الحرب في اليمن يعم الهدوء الجزيرة. السياحة فيها آمنة. السياح السلوفاكيون زاروا مغارات كثيرة في بلدهم، ويمكن القول إنهم خبراء مغارات. رغم ذلك تترك هذه الأشكال انطباعاً عميقاً لديهم. إنها أكبر مغارة رأيتها في حياتي، وهي بديعة بكل معنى الكلمة. يا لجمال هذه الأعمدة الصاعدة والمتدلية. يبلغ طول مغارة حوك كيلومترين ونصف الكيلومتر. هذه الأعمدة المتدلية ليست جميلة فقط، بل لها قيمة علمية كبيرة، إذ يمكن تتبع التغير المناخي عليها. إنها أجمل مما في الصور التي رأيناها. السائقون والمرشدون السياحيون والطباخون سعداء جدا بعودة السياح أخيرا إلى بلدهم منذ اندلاع الحرب على البر اليمني، والجزيرة معزولة عن باقي العالم. ونحن نفتخر أن في سواح على خير سقطرة شغالين، ونتمنى أن يزيد الوفود والسواح بأكثر بأكثر. الغريب أن أحمد أديب الذي يعمل في حماية الطبيعة يشاطره الرأي طالما يخيم السياح في العراء، فبصمتهم البيئية ستبقى صغيرة نسبياً. أما ما يرفضه فهي بيوت المصطافين الإماراتيين التي يبنونها في المحميات الطبيعية، مثلاً هنا على السواحل القريبة من العاصمة حديبو، وفي هذا عملية احتيال مزدوجة. في القانون اليمني، في القانون اليمني 300 متر من اليابسة ممنوع انك تبني.
دائما الاجنبي لا يمكن ان يشتري ارض باسمه، يعني يشتري ارض عن طريق شخص من نفس البلد. الحين هذا الان هو سقطري لكن جنسيته اماراتي، لكن اخوه هو الان اللي يبني هناك ويتحدى. هذا ليس سوى مثال واحد، انه نهج يتكرر كما يقول احمد. قطع الارض الشاطئيه مرغوبه، وهنا يقام منتجع سياحي. فوق المدخل نرى صور حكام الامارات، المستثمرون يبنون هنا بسهوله. اللي قاموا الناس اللي عندهم بزنس اللي جو من خارج الجزيره، مثل الاماراتيين سقاطره، مجنسين اماراتيين واماراتيين اصليين، وفي برضه كويتيين يشتروا عن طريق الناس المواطنين للسقاطره. هذا دحين كله يشتروا عن طريق مواطنين سقاطره. يخشى الناشط البيئي احمد من ان تباع الجزيره عن بكره ابيها، وبخاصة لأن السعودية صارت تتدخل في شؤون سقطرى منذ سنوات. حديب عاصمة محافظة سقطرى، هنا يتجلى التنافس الإماراتي السعودي على بسط النفوذ، حيث تتسابق الدولتان على السطوة على الجزيرة. الإمارات تظهر كرماً بدفع رواتب موظفي الإدارات الرسمية، بينما يبني السعوديون مدرسة تلو أخرى بنفس الأسلوب المعماري وبنفس اللون. من حديب الواقعة على الساحل تتضح هذه العلاقة التنافسية أكثر. نرى إلى اليمين المدرسة اليمنية التي تدعمها مؤسسة خليفة الإماراتية، ويقابلها إلى اليسار مدرسة بنتها السعودية. عند نقطة التفتيش هذه ترفرف ثلاثة أعلام إماراتية وعلم يمني واحد، موازين القوى واضحة. جبل حجير على جبل على سقطرى، وارتفاعه يبلغ 1500 متر. لدى الناشط البيئي أحمد مشتل عند سفحه. هنا يعتني أحمد بإرث الجزيرة الطبيعي ويرعاه. يساعده في عمله ابنه وأخته، وهم يقومون بعمل جبار، لأن أنواع النباتات الفريدة التي لا توجد إلا على هذه الجزيرة مهددة بالانقراض. من التسعينات ولهنا بدأ الأمطار عندنا يقل، قلت يعني اختلف زي ما تقول اختلف المناخ عندنا. هذا الموسم نحن الان معانا موسم امطار، الحين انتهى شهر 9، انتهى شهر يمكن شهر 10 ينتهي، ما فيش امطار. لا تجني العائله المال من هذا العمل، ولا تتوقع ان تحصل على دعم ايضا، فالطبيعه ليست اولويه ابان الحرب، وبالتالي على احمد ان يعتمد على نفسه، مثلاً من أجل أن ينقذ رمز سقطرى المميز شجرة دم التنين. هذا هو اللي هو دراجون بلاتري، اللي هو دم الأخوين، نحن نسمي بالسقطري شجرة دم الأخوين، نوع من أنواع دم الأخوين. زرعنا في هذا المشتل حوالي 7000 من 7000 بذرة من بذور دم الأخوين. هذا على اساس انه كان معنا مشروع سي دي بي، على اساس يكاثروا الانواع الدم الاخوين في ديكسهم.
شواطئ سوقطرة الرملية تشبه الشواطئ الكاريبية، والرمل الأبيض الناعم يجذب السياح. هنا يقال من لم يكن في قلنسيا لم يرى سوقطرة. الثروة السمكية أهم مصدر غذاء للسكان البالغ تعدادهم 80,000، والذين يصطادون السمك لتغطية حاجتهم فقط. أساطيل الصيد الدولية لا تأتي إلى هنا، أو ليس بعد. نقرأ على قوارب الصيد شعار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مؤشر إضافي على تأثير الجارة الغنية، فالصيد هنا جزء من هوية الناس، والأطفال لا يلعبون بسيارات وإنما بقوارب صنعوها بأنفسهم. يتناوب الصيادون على الصيد، حيث يتبادل صيادان القارب كل ساعتين، إذ ينبغي أن يستفيد الجميع بالتساوي من البحر. يتوجه الصيادان سليمان سالم ومحمد للصيد. يلتقي الاثنان صدفة بالطفل مازن صلاح الذي خرج دون والده للصيد، ومحمد لم يستغرب، فالفتى معروف في القرية. شغل بحر. أحب ترى في البحر اصطاد السمك، وأنا دايم في عايش هنا في البحر. يجازف الصبي بحياته، فالبحر غدار كما هو معروف. صاد عوار أسلم وقدم أسعيل. في سفينة جات من هناك غرقت في فاتن، ماتوا بعض الناس، بعضهم سلموا. لا يحتاج سليمان سوى لدقائق قليلة ليصطاد سمكاته الأولى، فلا يزال هناك ما يكفي من الأسماك للجميع حتى وإن جاء من ينافس سليمان. السعودي جابت قوارب الجزيرة وزع في الغار، يعني عنده قارب وزع في الغار كلهم الثنتين، وإني ما رفت جابت، اللي ما رفت جابت الكهرباء والماء والحارة والبترول الحمد لله، وأي واحد مريض يتعالج مريض يسخره اللي ما رفت. كلهم الثنتين، بس بالذات اللي ما رفت أكثر الناس اشتغلوا معاهم. تتغير الحياة على سقطرة، والبعض قلق بسبب هذا الارتهان الجديد، لكن لا أحد يتكلم صراحة في الأمر. كان البحر هائجا في الأيام الأخيرة بحيث لم يستطع الصيادون دخوله، لذا ينتزع صيد سليمان منه انتزاعا. على طول والناس بتجي هنا ويشتري كامل، دائما نصطاد ونخرج السعر والمواطن يشتري. في الجبال بعيدا من الشواطئ تنمو شجرة دم التنين رمز سوقطرة. تنتصب هذه الشجرة وسط قرية لا اسم لها.
بيوت القرية في حال جيدة، ويعلوها علم الإمارات العربية المتحدة. وهذا سليم برأي سعد محمد القائم بأعمال مختار القرية. منو الإمارات عملت لنا البيوت؟ ونشكر دولة الإمارات اللي عملت البيوت وعملت لنا وقدمت لنا أشياء وقدمت لنا خدمات وتقدموا. نحن نشكر لهم، ونشكر لهم بأن قدموا بيوت وقدموا خدمات للناس وقدموا علاجات للناس وقدموا أشياء. يعني الواحد يشكر اللي قدم له شيء، اللي ما يشكر الناس ما يشكر الله. الوضع صار أفضل، يقول سعد محمد. نحن كنا عايشين هنا معانا روبة حق الغنام والبقار هنا، وكانوا ناس يعملوا هناك يجلسوا وهنا يأكلوا، وطيوف يجوا هنا ويدبحوا هنا وكل ما يعملوا هناك. لا عجب في أن تكسب الإمارات حب السكان ببنائها هذه القرية. يلتقي الناشط البيئي أحمد بصديقه ورفيق دربه راعي الماعز محمد الكيباني. محمد يرى من بعيد زميلا يخاطبه بالهاتف. الماعز ابتعدت كثيرا، صارت خلف الوادي. الماعز باتت بعيدة جدا. لنتغدى سوية وبعدها نبحث عنها. ليس لدينا وقت، نحن في عجلة من أمرنا. أبلغ سلامي للجميع. ينادي الراعي محمد قطيع الماعز والبقر خاصته بكلمات معينة. لكل راع هنا كلمات خاصة، وإلا ستختلط الماشية ببعضها. بالكاد نجد هنا شجرة دم التنين، فيما كانت منتشرة هنا بكثرة في السابق. سمعنا من الأهل والأجداد السابقين، لأن في نفس هذه المنطقة هذا غابة من الأشجار متواصلة إلى بعضها البعض، وراحت وماتت، حتى الحين تتناثر، واحد في مكان واحد في مكان واحد في مكان، بقيت حاجة سهلة جدا، وهذا على شكل انتهاء. وهذا الناس العلماء النباتي قالوا هذا تأثير مناخ، تغيير المناخي هي اللي عملت هذا العدم إنماها وكبرها، لأن في زمان السابق تتواصل الأمطار متواصلة، ما فيش غنم، الأمطار في كل الأفصال تمطر. الماعز أحد مشاكل سقطرة، فهي تلتهم شتلات شجرة دم التنين الغضة فتموت، ولا يبقى سوى الشجرات المعمرة لأن أوراقها عالية ولا تطالها الماعز. يمكن لشجر دم التنين أن يعيش 1000 سنة حسب ما يروي الناس هنا. يبدأ الجني في شهري أبريل ومايو، حيث يستخرج من جذعها سائل قرمزي يصنع منه مواد تجميل. لا بد من إعادة التشجير، فالشجرة معرضة للانقراض. لإنقاذها يحتاج محمد إلى دعم، وبخاصة إلى دعم مالي، لكنه لا يتوقع أن تقدم دولة الإمارات العربية شيئاً. العلماء الإماراتيين ما عندهم شي فكرة في هذا الجانب، هذه يبقى ناس متخصصين. يعني يختلف الشخص البزنس ويختلف الباحث. هذا لا، فكرتهم فكرة بزنس.
يعرف الراعي محمد أن ماشيته جزء من المشكلة، لذا يسعى مع ابنه إسماعيل لغرس شجرة دم التنين. هذا عليها زي ما واحد على الزجارة يدخن الغنم هكذا مدمانة على أكل الشجرة هذا. طعمها ما أدري إيش، طعمها حالي، طعمها كيف. حاولنا نعمل الجدار نمنعهم من 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 دخوله على هذاك، وهي تطن لك من فوق الحجارة من فوق الجدار وتدخل لك الداخل وتأكل. لن يعتني إسماعيل بشجر دم التنين في المستقبل، فقد حصل على منحة من الإمارات وهو يدرس المعلوماتية في جامعة الإسكندرية. الجزيرة دي كانت قبل ما تخش الإمارات لسقطرة كانت منسية، يعني كانت حاجة تانية. بعد ما دخلت الإمارات خلال 5 سنوات نقلت نقلة نوعية للجزيرة دي. يعني احنا بدينا نحصل على منحة ندرس برا، وقبل كده ما فيش. في كهرباء شغالة في الجزيرة دي، في حركة في الجزيرة، في تنمية، في طرقات، في صحة، في مستشفيات. تنوف سليم نوح خبير بالعلاج بالأعشاب على الجزيرة، وهو بدوره قلق على الأنواع المهددة. تملك جزيرة سقطرة تنوعاً نباتياً كبيراً جداً ذا تأثير علاجي، وبعضها لا يوجد سوى هنا، مثلاً الفوربيون الشجري من الفصيلة اللبنية. خبير العلاج بالأعشاب يستحلب السائل الثمين من الشجرة ليصنع منه دواء للمعدة. لأن السكين يقطع العروق، يقطع العروق الشجرة نفسها ويصيب بأثر مشكلة، لكن الحجرة هي تجرح جرح بسيط محفاظ على الشجرة، لأن الشجرة مفيدة لي ولا غيري وللطبيعة. وهذه النبتة مرغوبة جداً، إذ يمكن أن تنقذ أسراً كما يقول خبير العلاج بالأعشاب تنوف سليم نوح. هذا النبتة تعالج العقم الرجال والنساء. عقم الرجال إذا في نقص في الحيوانات المنوية والتهابات في الحيوانات المنوية، عقم النساء إذا في تكيس في المبيض، تنشيط البويضات، تعديل الهرمونات النسائية. هذا النبتة وفي إضافات ثانية على النبتة. ثم هذا النبتة جيدة جداً ومفيدة، حتى الشركة السعودية الإماراتية اتفقت معي لأجل تعطينا 63% وتأخذ 37% وعليها جميع التكاليف السفر وجميع التكاليف العمل، ولكن براءة الاكتشاف تشتيها لها هي وأنا رفضت ذلك. شركة أدوية خليجية تضع عينها على سقطرة. الناشط البيئي أحمد يرافق ابنه عيسى إلى مباراة كرة قدم ضمن دور الناشئين. عمر عيسى 17 عاماً وهو مدرب فريق النمور. لا يرحب بالفتيات والنساء في هذا المجتمع المحافظ. الملعب ككل ملاعب سقطرة أرضيته صلبة ومغبرة. كرة القدم تسلية الفتيان الوحيدة في أوقات الفراغ، ولم تصلهم حمى عالم التسلية المعولم بعد. الشباب اللي ماشي النت متوفر مش متوفر يعني بشكل جيد، وبعضهم مش مثل الدول الأخرى، يعني معهم بعضهم مدمنين على النت في برا.
شبكة الإنترنت ضعيفة إن اشتغلت أصلاً، ولا يمكن مشاهدة مباراة كرة قدم على موقع يوتيوب. إذن لا عجب في أن تكون مباراة للناشئين بهذه الأهمية. طبعاً الجزيرة يعني تفتقر من عدة أمور، في تغطية في جانب النت، في جانب الشبكة التواصل فيها، ففي مناطق معزولة عن شبكة النت، فتجد العاصمة تختلف عن القرى المجاورة، مثل هذه الأماكن معزولة عن النت، فتجد الشباب أكثر يعني يهتم أكثر في جانب ممارسة الرياضة وهذا الجانب. أما من حيث شبكة النت تجدها في العاصمة يعني، أما هنا يعني تجد الناس ما بالشبكة فينحرفوا في جانب الرياضة، في جانب يعني الجلسات الشبابية. تستثمر السعودية والإمارات العربية المتحدة في الجزيرة، لكن ليس في شبكات الإنترنت والهواتف، والناشئة هنا لا يمكنهم أن يحصلوا على معلومات أو أن يتواصلوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فهل تتعمد دول الخليج ذلك أم هو إهمال منها؟ يرى الناشط البيئي أحمد أن الخليج يستثمر استراتيجياً. هو وابنه عيسى على موعد عند الشاطئ مساء اليوم. الإمارات والسعودية ترغبان في توطيد نفوذهما قبالة شرق إفريقيا، لذا لا أوهام لدى أحمد وهو يدفع بمشاريعه قدماً، وبرأيه لا بدائل عن ذلك هنا، فحكومات اليمن السابقة والحالية بالكاد فعلت شيئاً. نحن معزولين عن العالم تمام، والحمد لله في 2016 دخلت الإمارات لسقطرة. شفت لما دخلت الإمارات في سقطرة كنا معزولين عن الحكومة حقنا، يعني أصبحنا بدون حكومة. والله سبحانه وتعالى سهل لنا الأمور وجبنا الإمارات لسقطرة. شفت إيش سوت الإمارات؟ أول شيء عملت المستشفى، وساعدت الناس. مثل ابن عيسى، كان مريض عنده قلب، هو كان في الصباح ما يقوم نهائيا. شوف وشلوا للإمارات وعالجوا وكل شيء والحمد لله. لولا الإمارات أجت لنا نحن أصبحنا أخص من الصومال، صدق يعني ما حد ينكر الخير. لكن الأمن مستتب هنا، فالحرب المستعرة على البر اليمني بعيدة، وهذا هو الأهم. لقى محبتنا وزور عضنا